السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأشارككم تصحيح امتحان البكالوريا دورة يونيو 2022 مسلك العلوم الفيزيائية، وخصوصا التمرين المتعلق بكل ما له صلة بالقانون الثاني لنيوتن. إذن فهو سيتم من خلاله دراسة سقوط كرية في سائلين لزج. إذن هنا الموضوع هو أمامكم فقط للتذكير. إذن فالكرية عند سقوطها بدون سرعة بدئية فهي تخضع لمجموعة من القوى، بدءا من وزنها ودافعة أرخميدس وكذلك قوة الاحتكاك المائع. إذن من خلال هذه المعطيات حصلنا على رسم أو منحنى كما ترون أمامكم. إذن الأسئلة هي كالتالي: أولا أبرز أو أقرب بكل مجال النظام الموافق له، لأن عندنا مجالين، المجال الأول والمجال الثاني. ثم بتطبيق قانون الثاني نيوتن بين أن المعادلة التفاضلية تكتب على الشكل الذي هو أمامكم، حيث الطو هو الزمن المميز للحركة وحيث يعبر عنها بدلالة أم وك. حدد مبيانيا قيمة الطو، ثم استنتج قيمة كف النظام العالمي للوحدات، قيمة السرعة البدئية السرعة الحدية عفوا، ثم أوجد تعبير الكتلة الحجمية بدلالة طو والجي وغو أ وفي ليميت، ثم أحسب قيمة. إذن هذه الأسئلة تنظن بأنها أسئلة بسيطة جدا، سترون أمامكم كيف يتم إجابة عن هذه الأسئلة. إذن على بركة الله. إذن فيما يخص السؤال الأول، فالسؤال يتعلق بالمجالين، لأن من خلال المنحنى المجال واحد والمجال جوج. إذن اللي رجعت معكم المنحنى تلاحظوا بأن هناك مجال يكون مجال واحد ومجال انتقالي، تلاحظوا بأن سرعة التغير، بينما المجال الثاني تأخذ قيمة ثابتة. إذن هذا مجال نظام دائم وهذا مجال انتقالي. إذن سأكتب هذه الجملة. إذن فيما يتعلق بالمجال واحد، إذن فهو يتعلق بنظام انتقالي، بينما المجال جوج يتعلق بنظام دائم. إذن هذا هو الجواب على هذا السؤال. إذن السؤال الثاني هو تطبيق قانون الثاني نيوتن. نعلم جيدا أن تطبيق قانون الثاني هو لسون دي فورس إيغال أم أ، بما أن الكرية تخضع لوزنها ولدافعة أرخميدس وكذلك لقوة الاحتكاك. إذا سأكتب هذه العلاقة على الشكل التالي: إذا ولا بلس F إيغال أم أ. إذا بإسقاط هذه العلاقة المتجهية على المحور أوكا نحصل على التالي: إم جي موان غو أر في فو جي موان كا في إيغال أم dv sur dt. إذن إلى قسمنا على M سنحصل على G moins rho A V G que je divise par M. إذن نعلم جيدا أن rho A هي M sur V، c'est-à-dire que M égale à rho A fois V. غنديرها مباشرة. إذن بالنسبة M هي ماذا؟ هي rho A fois V. donc moins K sur M V égale A dv sur dt. إذن يعني أن جي أو فاكتور دو أن موان غو أر غو، لأن غادي نختزل في مع في وغندير جي أو فاكتور، سنحصل على غو أر سور غو أ تساوي ماذا؟ تساوي dv سور dt بلس K sur M، donc 1 sur tout V، بحيث أن 1 sur tout هي K sur M، وبالتالي نستنتج الطو هي ماذا؟ هي M sur K. donc voilà. إذا حصلنا على المعادلة وكذلك حصلنا على الطو. إذا السؤال الموالي وهو: حدد مبيانيا قيمة الطو. إذا باش نقدروا نرجع بكم للمنحنى، إذا لتحديد الطو مبيانيا يكفي أن نقوم من خلال حصولنا على المماس اللي هو معطيكم. إذا المماس تقاطع المماس مع المقارب الأفقي، إذا هذا التقاطع نقوم بإسقاطه على محور الزمن فنحصل على الطو. إذا أمر سهل جدا. إذا فوالا، إذا لدينا من خلال المنحنى طو إيجال 0.1
seconde. Et comme k égale à m sur tout, c'est-à-dire 10 fois 10 moins 3, on doit comme les tahouilats, donc divisé par 0,1, donc c'est 0,1 kg par seconde. Et donc, il y a قيمة ديال ك حديد السرعة الحدية. إذن دائما السرعة الحدية هي التي توافق ماذا؟ توافق في كونستانت. إذن من خلال المعادلة يمكن أبدأ نستعمل أو رجع ديريكت مباشرة المنحنى. إذن في ليميت هي عندما في النظام الدائم نحصل على هذه السرعة إذا بإسقاطنا إسقاطها على محور السرعة. إذا هذه لا فيتيس، دونك عارفين بأن أونتر 06 إي 08 إليا 02 ديفيزي بار 5 دونك سا نو دون 05 كو جو ديفيز بار 02 كو جو ديفيز بار 5 فوالا جو فوي فو فير لو كالكول دونك 0,2 que je divise par 5, ça me donne 0,04. يعني أن أي تدريجة صغيرة يعني 0,04. بما أن إحنا عندنا جوج تدريجات غنضربها في جوج هي 0,88 وغتزيدها على 0,8 دونك عندنا 0,08 بلس 0,8 غتعطينا 0.88. هاد الأمور تنظر بأن خصكم تكونوا متعودين على البحث عنها وإيجادها بكل سهولة. وبالتالي بخلال المنحنى عندنا في ليميت هي 0,88 متر بار سكون. إذا السؤال الآخر وهو أوجه التعبير الكتلة الحجمية غو آر بدلالة الطو والجي وغو أ والفيليبت. إذا دائما من خلال المعادلة التفاضلية اللي وجدناها لاحظوا بأن لدينا أم وغو آر سور غو أ من خلال المعادلة غتكون هي فيليميت que je divise par tau g. إذن علاش كيفاش عرفناها؟ لأن تو سامبلومون من خلال المعادلة عندنا 1 سور تو فوا في ليميت إيكال أج جي 1 موان غو أر سور غو أ. لأن في ليميت دونك دي في سور دي في دي تي إيكال أ زيرو، نوصلو على هاد العلاقة هادي. وبالتالي الهدف ديالنا هو البحث عن غو أر، دونك ستادير كو 1 moins V limite sur taux fois G égale à rho R sur rho A. Wabitali rho R égale à rho A fois 1 moins V limite sur taux fois G. Donc voilà. Yakfil L anakuma bi attatbiq al adadi. Donc rho R donc c'est 7,8 grammes par centimètre cubique. Donc je multiplie par 1 moins 0,88 que je divise par 0,1 que je multiplie par 10 mètres par seconde au carré. Donc je trouve que rho R égale 0,936 grammes par centimètre cubique. Atamanna an yakuna jawabi hada صحيحا. إذا تلاحظوا بأن هذا التمرين فهو تمرين بسيط جدا، يكفي أن تكون على دراية بما سبق أن درستموه من خلال هذا الدرس وتطبيق المعطيات المتعلقة به، وستحصلون على نقطة جد مشرفة. إذا أتمنى لكم حظا سعيدا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.